الوقاية خير من العلاج، فهناك أمراض كثيرة يتم علاجها لكن لا يشفى منها المريض بشكل كامل. ومن أجل حماية المواطنين والتصدي للأمراض المنتشرة، جاءت مقابلة السيدة الأولى للبلاد هند ديبيتنو، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، بالدكتور مانويل أونسو أوبيانغ أدا، الأمين التنفيذي لمنظمة التنسيق ومكافحة الأمراض المنتشرة بأفريقيا المركزية. اللقاء تطرق إلى كيفية العمل والتنسيق بين منظمته ومؤسسة القلب الكبير. اللقاء الذي حضره الأمين العام لمؤسسة القلب الكبير أكد فيه أوبيانغ أدا بأن اللقاء سمح له بحث مختلف المواضيع العالقة بصحة المواطنين بأفريقيا المركزية وحمايته، مشيدا بدور السيدة الأولى للبلاد في السعي من أجل حماية الأم والطفل. السيدة الأولى للبلاد هند ديبيتنو أكدت تعاون مؤسستها مع هذه المنظمة التي ترمي إلى نفس الهدف الذي رسمته مؤسسة القلب الكبير. وما أن خرج من اللقاء، قال أوبيانغ أدا إن اللقاء بحث الأهداف المشتركة الرامية إلى مكافحة الأمراض المنتشرة. زرنا والتقينا السيدة الأولى لتشاد، وزيارتنا ولقانا سمح لنا التحدث عن الأهداف المشتركة لمنظمتنا ومؤسسة القلب الكبير التي تديرها السيدة الأولى لتشاد. منظمتنا قديمة تهدف إلى نفس الأهداف التابعة للقلب الكبير، نعمل في تدريب وتوجيه رجال الصحة وعمالها، ولنا شراكة مع 3 هيئات في برازافيل والهيئة الصحية أيضا، بالإضافة إلى السعي من أجل محاربة الأمراض المعدية الأخرى والسعي إلى تطوير شراكتنا ومحاربة الأمراض الأخرى التي تعيق صحة المواطنين. وتعتبر الأمراض المنتشرة والمعدية بطبيعتها قابلة للانتقال، حيث أنها تنتقل من شخص أو حيوان أو حشرة أو عن طريق التأثير البيئي عبر الطعام أو الماء.